التوحيد هو رقم واحد منك اهتماما في التعلم واهتماما في التعليم واهتماما في الدعوة، مهما كان تخصصك، ولو كنت في اللغة ولو كنت في الأدب ولو كنت في البلاغة ولو كنت في التفسير ولو كنت في الفقه ولو كنت في أصول الفقه ولو كنت في أي تخصص، بل ولو كنت طبيبا أو مهندسا أو عاملا في مصنع، التوحيد لا بد منه لتسلم ولتكون سببا في سلامة غيرك. أنت مهدد في نفسك، أنت مهدد في أسرتك، أنت مهدد في قرابتك، أنت مهدد في إخوانك المسلمين. بعد كل هذا يقال التوحيد واضح ومفهوم ولا حاجة له. يا عبد الله اتق الله. الشبه اليوم تتوجه إلى كل شيء، في وجود الله شبه، في ألوهية الله شبه، في أسمائه وصفاته شبه، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه، في اليوم الآخر شبه، في القدر شبه، في الملائكة شبه، في باب الاستدلال شبه، في مرجعية المسلم العلمية شبه، أشياء وأشياء وأشياء. بعد كل هذا نقول والله التوحيد واضح ولا حاجة إن نهتم. التوحيد فهمنا؟ إذن يا إخوتها حذاري، خذوا هذه النصيحة التي ذكر المؤلف رحمه الله من ناصح مجرب. قال رحمه الله: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.